السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أسئلة كتيرة جدا جيالي عبر رسائل الصفحة، هو القرآن بيصل للميت ولا لا؟ وإيه رأي حضرتك في الناس اللي عمالة تقول ده حرام ولا يصل والكلام ده بدعة ولا أصل له في الدين؟ الحقيقة أن أنا حاولت في الأيام الماضية أجمع لكم أكبر قدر من الأدلة التي ترد على هؤلاء الذين يبدعون ويفسقون ويحرمون ويقولون على الله ما لا يعلمون. والقضية يا جماعة، أنا لو قلت لك إن القرآن سيصل للميت أنا مش هياخد نشان، ولو قلت لك القرآن ما يصلش للميت أنا مش هينزل من على كتف النشان. إنما القضية إحنا ليه بنفتري على الله الكذب؟ ليه بنقول على حاجة إحنا ملناش دراية بيها ولا علم بيها؟ صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم بداية، وقبل ما اسرد لك الأدلة، أي واحد بيقرأ قرآن لأمه أو لأبوه أو لأخوه أو لأخته أو لبنته أو لابنه أو لصديقه أو لزوجها أو لزوجته، أنا بقول لك بعد ما تسمع الفيديو ده اوعى تبطل قرآن، خليك بتقرأ دايما قرآن ليهم، ووهب ثواب القرآن ليهم، بل وروح على القبر واقرأ القرآن وثق أن هذا القرآن رحمة ونور، وأن هذا القرآن يأنس به الميت بل والأموات في القبور. بقول لك الكلام ده بلخصتك الفيديو في أول دقيقة علشان لو حضرتك مش عايز تسمع الأدلة، وإن كنت بحاجة أن تسمعها علشان تعرف ترد على الناس اللي هي بتحرم وتفسق. تعالوا بينا الأول دليل. أول دليل أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ورجاله موثوقون، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وروي هذا الحديث موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، كما أورد ذلك البيهقي في السنن الكبرى وغيره، وحسنه النووي وابن حجر. عن عبد الرحمن ابن العلاء قال: قال لي أبي: يا بني، إذا أنا مت فألحد لي لحدا، فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سن التراب علي سنة، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة الكتاب وخاتمتها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. السؤال: هو الفاتحة وسورة البقرة في البدايات وخاتمة سورة البقرة من القرآن ولا مش من القرآن؟ أنا بقول لكم ده حديث وارد في أكثر من طريق، مش كده وبس، ده سيدنا عبد الله بن عمر بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره. الإمام الحافظ قال في الفتح بأن إسناده حسن، وقد أورده البيهقي في شعب الإيمان، وأورده الطبراني، وأورده الإمام الديلمي. آدي حديث تاني إن القرآن الكريم يصل ثوابه إلى الميت، وإن ينفع نقرأ القرآن على الميت، فضلا عن الأحاديث التي جاءت بقراءة سورة ياسين على الأموات. وطبعا دي جت من أكثر من طريق، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم، كما في صحيح ابن حبان وأخرجه أحمد والنسائي وغيره. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم مش هيقول لنا حاجة وهي مش هتنفع الميت ولا هتصل ثوابها للميت. مش كده وبس، ده سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نقرأ الفاتحة في الجنازة، والإمام البخاري بوب لذلك وقال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، والعلماء قالوا إن ده أعم من أن يكون في صلاة الجنازة فقط، وإنما يكون أيضا في القبر وعند الدفن وبعد ذلك. مش كده وبس، ده العلماء اللي هم قالوا بأن القرآن الكريم يقرأ على الميت استدلوا بحديث كلنا حافظينه مشهور، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين يعذبان قال: إنهما لا يعذبان في كبير، إلى آخر الحديث. إن النبي صلى الله عليه وسلم خد عود رطب وكسره وشقه اتنين وحط على كل واحد أو على كل قبر واحد، وقال في الحديث المتفق عليه إنه هو يخفف عنهم ما لم ييبسا. فالإمام النووي في شرح الإمام مسلم قال إن إذا كان تسبيح الجريدة سبب في تخفيف العذاب فقراءة القرآن على الميت أولى.
طبعا الدعاء ما فيهوش خلاف ان احنا ندعي للميت، والامام النووي استدل بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان الامر للاسف ما وصلش عندنا النهارده عند يجوز ولا يجوز، ما وقفش عند الحد ده، احنا وصلنا للتفسيق وللتبديع وللشرك والحاجات كتيرة، مصطلحات غريبة على مجتمعاتنا، مصطلحات غريبة على ديانتنا، مصطلحات غريبة على اسلامنا. يا جماعة القضية اسهل من كده، كلنا بنعمل الاعمال ونرجو بها القبول عند الله سبحانه وتعالى، ونحن ان اخذنا بدليل من اجاز، وان اخذنا بهذه الادلة التي اتى بها علماء افاضل كالامام النووي وابن حجر وغيرهم ممن أجازوا هذا الفعل، فلا حرج ولا إثم، وهؤلاء علماء أفاضل. وغاية الأمر أننا نقرأ القرآن أملا في أن يرحم الله ذلك العبد، أو أن يتلطف بذلك العبد، أو أن يخفف حسابنا وحساب ذلك العبد. وإن لم ينفع القرآن فلن يضر القارئ، بل إن الحسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الكلام إن قراءة القرآن على الميت ليس فيها شيء، وإن الثواب إن شاء الله يصل للميت، وإن القرآن نور للميت في قبره، لا سيما إذا كان الإنسان هو الذي يقرأه بنفسه قبل وفاته، أو إذا كان أهلهم الذين يقرؤون له بعد وفاته. فالأفضل أنت اللي تقرأ، سواء كان أبوك أو أخوك أو زوجك أو زوجتك أو بنتك أو صديقك، اقرأ أنت، بلاش تأجر واحد، فأنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفمك إن شاء الله طاهر، وقلبك إن شاء الله نقي وصادق. حتى وإن لم تكن تحفظ إلا القليل من القرآن الكريم، فاكتفي بذلك القليل وداوم عليه قراءة، عساه أن يتقبله الله سبحانه وتعالى، وأن يرحم به موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعله الله في موازين الحسنات. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي البركات وعلى آله وصحبه وسلم.